بوزوق بن يوسف والشريطية، هذا بالنسبة كذلك بوغاش إلى جانب طبعا 27 سنة. والحكم الرابع المرتبة اليوم صاحب المرتبة عنده لاعبين شباب، وهذه المحاولة الأولى هايلة. الفريق هذا ممكن مشاكل هي اللي أثرت عليه اليوم، بإمكاننا نشوفوا مباراة في المستوى استدير فيها عدة فرص من الطرفين، وهذا اللي نتمناه احنا كمحللين ولا كالجمهور اللي راه يشوف المباراة. شوف هذه المحاولة لصالح اتحاد الحراش مليحة بنوح، ثم محاولة الهدف ملال يسجل، نظن ملال هو اللي سجل الهدف الأول لاتحاد الحراش في الدقيقة الثالثة بعد خطأ في المراقبة من فريق النادي بارك. أول هدف كان تكلم هدف بالرقية نور كريبازا على أنه اتحاد الحراش راح يعطي أكثر، ظن يركز أكثر في هذه المقابلة. إذن ملال هو اللي سجل هدف. المسجل هو بالرقية رقم 18 بن رقية إذن هو مسجل الهدف. حتى تشوف يعني اللقطة جميلة بين ثلاثة يعني أربع لاعبين كانوا لمسوا الكرة، دفاع فريق بارادو كان كله يتفرج، واللمسة الأخيرة تاع بن رقية يعني كانت تسديدة في المستوى وين الحارس مساوي ما نجمش يتصدى لها. ذكاء كان بعيد نوعا عن الزاوية، والذكاء هو اللي خلى. والمحاولة صعبة جدا، تدخل الحارس ثم محاولة لصالح فريق نادي بارادو وإخراجها إلى الركنية. الشمس طبعا المحاولة هذه صعبة، تعديل النتيجة لصالح فريق نادي بارادو عن طريق رقم 6 بوشينا. بوشينا يعدل النتيجة لأنه الكرة مرفوعة كما ينبغي، وحتى الشمس أثرت على 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 يعني شوف أن الكرة الثابتة يعني كان المحاولة لصالح فريق نادي بارادو راح تكون 1-2. دخول منطقة العمليات صعبة، والعارضة تنقذ الحارس وفي هناك عمل مليح. هذا شوف كاش فيه وضع، ثم ترجع لفريق البارد دون انتظار مليح بشكل يعني سريع. محاولة وصعبة على الحارس مساوي، لكن كان مساوي لحد الآن. قول أن المباراة حذري والخطأ، محاولة والهدف الثاني، والهدف الثاني لصالح نادي بارادو بعد خطأ في دفاع اتحاد الحراش. الهدف الثاني لصالح نادي بارادو بعد خطأ فادح في اتحاد الحراش الذي أخطأ في الدقيقة 30 من دفاعه، يعني الخطأ يرجع لدفاع اتحاد الحراش. والهدف كان سجله ضمن اللاعب رقم 24 عيجي، ظن عيجي هو اللي سدد، يعني كانت تسديدة معاكسة. لكن شوف اللقطة هنا لما لو المخرج يرجع هنا الهيكل، نظن شوف اللقطة على حمل الكرة من اللاعب بن عرجية، لما حمل الكرة خذوا الكرة فريق نادي بارادو لعبوها بسنيكة في الهجوم. محاولة لصالح ملال وتدخل الحارس مساوي، ترجع الكرة لصالح اتحاد الحراش، تسديدة قوية ثم محاولة، هدفين لهدف لصالح نادي بارادو. ملال طويلة مساوي كان لصالح فريق نادي اتلتيكو بارادو الحذري، والمحاولة صعبة. كان معزوزي ممتاز، والحارس معزوزي شوف يعني كان في احسن احواله في هذا الشوط. شوف المحاولة صعبة لصالح بنوح وتسجيل، لا ضيع الكرة هذه بالضربة جزاء. شوف الإعادة، كان فيه تدخل على ظن التدخل كان من جانب نظن ماشي التدخل يعني بعد الكرة نظن ملال ومساوي. يسجل ملال قوة كبيرة، يسجل هدف التعادل لصالح اتحاد الحراش في الدقيقة 45 بل 46. يعني نقول أن الإنذار لبوشينا
وهدف ثاني وفرحة لأنصار اتحاد الحرة. شوف بقوة نادي بارد يدخل منطقة العمليات في محاولة صعبة وتدخل محاولة لصالح اتحاد الحراش يمد كرة هذه لكن الدفاعي يدخل ثم ترجع الكرة لصالح اتحاد الحراش في محاولة ولكن ملال يا ملال والمحاولة لصالح فريق اتحاد الحراش يضيع. مشيت بعيدة عنه مشيت ظن الكرة مشيت بعيدة اللعب وبوغاش في محاولة فردية لبوغاش يفتح الهدف الثالث والهدف الثالث لملال بعد هذه المحاولة لصالح اتحاد الحراش في الدقيقة 60 من المقابلة. الهدف الثالث بعد هذه المحاولة لبوغاش حاج الذي مرر كرة على طبق لصالح ملال وجد المحاولة هذه وجدت رجل ملال يسجل الهدف. معزوزي واقع على أرضية الميدان شوف الإعادة يعني كرة في المستوى على طبق كما نتكلموا يعني شوف هنا الحيلة والتجربة تاع بوغاش ما مستعملش يعني يفتح الكرة في السماء يعني يفتح الكرة في النقطة يعني المنطقة يعني في ضربة الجزاء وين وجد نفسه أمام المرمى الدباري وإلا عرف كيفاش يتعامل بها داخل القدم. دائما لنادي بارادو اللي يبقى نادي شوف محاولة راح تكون تسديدة قوية هيلة وبوغاش يدخل الذي يمد شوف يمرر الكرة على طبق وترجع من نادي بارادو في محاولة هيلة كانت مانوع وحده أمام واحد من المهاجمين وربما أخطأ يضيع شوف احنا عملت شاف الحارس كانت تسديدة صار فريق اتحاد الحراش من الناحية الدفاعية ومحاولة مع زوزي يخليها تخرج الخمسة والأربعين يعدل النتيجة لأنه انتهى الشوط الأول على وينتهي وتنتهي المباراة بين الناس.